أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حوار اقتصادي جديد عبر الميادين. حصار عسكري محتل من هنا وحصار مالي أممي من هناك، فالفقر المدقع بات يطرق أبواب الفلسطينيين. هي حال الفلسطيني ولاسيما في غزة، حيث تجتمع المصائب معا لتقف بوجه صموده وإيمانه بقضيته. فلم تكد منظمة الأونروا تعلن قبل أشهر أنها خفضت ميزانياتها وتقديماتها للاجئين الفلسطينيين حتى جاء دور الأمن الغذائي وسبل العيش بكرامة. برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن أنه يواجه نقصا حادا في التمويل في فلسطين، وسيؤثر على نحو 193 ألفا من أفقر الناس في غزة والضفة الغربية اعتبارا من بداية العام المقبل. تخفيضات سيكون لها أثر مدمر على الأمن الغذائي وسبل العيش والرفاه للفئات التي يخدمها في فلسطين. فممثل البرنامج ستيفن كريني قال إن انعدام الأمن الغذائي في ازدياد، ما سيؤثر على ثلث سكان فلسطين، وهو الأسوأ في غزة حيث يعاني نحو 70% من السكان من انعدام الأمن الغذائي. هذا في الأرقام، لكن لما يحصل أوجه أخرى سياسية بامتياز وتتعلق بالقضية الفلسطينية وصمود الشعب هناك. تقليصات مادية وغذائية ومعيشية تضاف إلى الحصار لتعطي صورة واضحة في محاولة لإنهاء القضية. فهل ينجحون؟ تقرير وأسئلة ستكون محور حوارنا الاقتصادي لهذا الأسبوع مع الخبير الاقتصادي الدكتور سمير أبو مدللي الذي ينضم إلينا عبر الإنترنت من غزة. أهلا بك عبر الميادين دكتور أبو مدللي. أهلا بك وبالإخوة المشاهدين. أهلا وسهلا. قبل الاستفاضة بالحوار والسؤال عن المخاطر أو تبعات ما قاله أو أعلنه برنامج الأغذية العالمي لتقليص نفقاته وميزانيته، اسمح لنا أن نشاهد تقرير لمراسل الميادين في غزة أحمد غانم، ومن ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. حالة من الخوف والقلق تساور الحاجة أم محمد بعد إعلان برنامج الغذاء العالمي تقليص مساعداته للفقراء بسبب نقص التمويل. فالحاجة تعتمد اعتمادا كليا على ما يقدمه البرنامج من مساعدات لا تكفي كما تقول لسد حاجة عائلتها التي ستتفاقم معاناتها في حال توقفت المساعدات مطلع الشهر المقبل. إذا هم قطعوا هيكتبوا فينا ذنب كبير، يعني ما فيش مورد تاني إنه غيرها بعد الله. يعني أحيانا بتكفيش، يعني إن أطفال ومرأة وأولاد وبنتي هذه في الجامعة وأنا أرملة، يعني مين بده يساعدني؟ يعني مفيش حد بيشتغل فيهم من أولادي عشان يساعدني. وبحسب البرنامج فإن 193 ألف شخص من الفقراء والفئات المهمشة في الضفة وغزة سيتأثرون بسبب أزمة نقص التمويل. البرنامج أعلن حاجته إلى نحو 57 مليون دولار للحفاظ على مستوى الدعم خلال العام المقبل، مؤكدا أن نسب انعدام الأمن الغذائي في غزة خاصة قد تتجاوز حاجز 70%. أكثر من 80% يعتشون على المساعدات الدولية. نحن أمام مرحلة إذا ما طبقت ستكون عناوينها مزيد من تعميق الأزمات على مستوى الأمن الغذائي، مزيد من توالد الأزمات الاجتماعية والإنسانية، وأمام حالة حقيقية من الانهيار الإنساني والاجتماعي والمعيشي في غزة. العشرات من المحال التجارية والمصانع والمشاريع الزراعية في غزة والضفة ستتأثر أيضا بسبب الأزمة التي تعصف بالبرنامج الذي تعتمد عليه في توريد ما تحتاج إليه من مساعدات بدلا من استيرادها بهدف تحريك أسواق القطاع. كما دعا البرنامج الجهات المانحة إلى مساعدته في تجاوز الأزمة. وبتراجع مساعدات برنامج الأغذية العالمي سيفقد الاقتصاد المحلي نحو 3 ملايين دولار، تراجع سيسهم بشكل غير مباشر في الحد من فرص العمل وتعزيز الاستثمار في القطاع. أحمد غانم، غزة، الميادين. دكتور أبو مدللي، أعود إليك، برأيك ما هي مخاطر أو تبعات ما قاله برنامج الأغذية العالمي بشأن خفض الميزانية للفلسطينيين أو على الفلسطينيين بداية من عام 2019؟ يعني بالتأكيد برنامج الغذاء العالمي هو برنامج مهم، وهو ثالث البرامج من حيث الحجم الذي تقدم مساعداتها لسكان قطاع غزة. كما نعلم جميعا البرنامج الأول الأونروا يقدم إلى 1 مليون لاجئ، والبرنامج الثاني برنامج الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية للسلطة يقدم ل 80 ألف أسرة عدد سكانها 500 ألف، والبرنامج الثالث هو برنامج الغذاء العالمي الذي يقدم
من مجموع 193,000 ما يقارب 120,000، بمعنى هناك 95,000 يتلقوا بشكل مباشر من البرنامج، وجزء منهم يتلقى من البرنامج عبر الشؤون الاجتماعية، وخاصة أنهم فئة من المهمشين في الشؤون الاجتماعية، بمعنى معاقين حركيا وجمعيات للمكفوفين إلى آخره. هذا البرنامج يوزع كوبون غذائية لمدة 4 مرات بالشهر أسبوعيا حسب أفراد الأسرة. وبالتالي في ظل يعني أوضاع غزة، في الربع الثالث من العام 2018 قال إلى 54%، هناك 295,000 عاطل عن العمل، ونسبة الفقر ومن يعيشون تحت خط الفقر حوالي 53%. بالتالي قطاع غزة هو أصبح مركز للأزمات بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ العام، إضافة إلى حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وأيضا الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين. وبالتالي هذا البرنامج هو يساعد عدد لا بأس به من مواطني قطاع غزة يتلقوا المساعدات بشكل شهري ويعتمدوا عليه. يضاف إلى ذلك كما تحدث تقريركم، هناك 290 محل تقريبا بالضفة الغربية وقطاع غزة بها عاملين سيتأثروا إذا ما توقف البرنامج. هناك مصانع محلية، أجبان، مزارع البيض، كلها تورد لهذا البرنامج للمحلات التجارية مواد غذائية محلية، بالتأكيد أيضا ستتأثر. وبالتالي الأثر لن يكون أثر مباشر فقط على من يتلقوا المساعدات، ولكن سيمتد إلى أيضا أصحاب المحال وإلى العاملين وإلى أصحاب المصانع الغذائية والصناعات الصغيرة، علما أن المبلغ المرصود للبرنامج هو مبلغ بسيط جدا، بمعنى نحن نتحدث عن 57 مليون دولار. وبالتالي كما أقول دائما، القضية السياسية بامتياز لها أهدافها السياسية ولها ما بعدها. من هذه الأهداف السياسية التي ذكرتها، برأيك هل المشكلة أو مشكلة البرنامج الأممي فقط تمويلية، أم أن هناك شيء ما خلف الستارة، يعني هناك أسباب سياسية كما ذكرت؟ يعني بالتأكيد أسباب سياسية واضحة. منذ مجيء ترامب إلى المنطقة بدأ بالملفات المهمة، بالقضية الفلسطينية، بدأ بملف القدس وثم اللاجئين، وبعد ذلك الاستيطان، واليوم يحاول التضييق الخناق على مواطني قطاع غزة والضفة الغربية. بمعنى عندما تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن دفع 360 مليون دولار للأونروا، هي بذلك أدخلت الأونروا بأزمة عميقة، وبالتالي الذي اضطر لسد هذا العجز هي معظمها يعني دول أوروبية ودول عربية. وبالتالي كان الهدف هو وما زال إنهاء خدمات الأونروا، وأن تحول خدماتها إلى السلطة الفلسطينية وللدول العربية المضيفة. وبالتالي الأونروا على سبيل المثال تقدم مساعدات لمليون لاجئ في قطاع غزة، مساعدات غذائية بشكل دوري كل 3 شهور. واليوم هذا البرنامج أيضا، عندما نتحدث المانحين، نحن نتحدث عن مبلغ بسيط جدا وهو 57 مليون دولار، ولا يكاد يذكر في موازنات هذه الدول أو ما تدفعه في التدخل أحيانا بشؤون الغير وفي الحروب في المنطقة. وبالتالي أيضا ومن المانحين لهذا البرنامج هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه سبق ذلك توقيف 200 مليون دولار كانت للبنية التحتية عن طريق اليو سي ايد، و25 مليون دولار لمستشفيات القدس، وإضافة إلى ما تحدثنا فيه بالأونروا. وبالتالي يبدو أن يعني القضية السياسية بامتياز الهدف هي تضييق الخناق على المواطنين بالضفة الغربية وعلى قطاع غزة وعلى اللاجئين، والهدف هو دفع الجانب الفلسطيني إلى أي حلول تنتقص من ثوابته. وبالتالي نحن نعتقد بل نجزم أن كل عام هذا البرنامج في بداية كل عام، أيضا العام الماضي مار بأزمة، وبعض الدول زادت من مساهماتها لبرنامج الغذاء العالمي، واليوم أيضا في نهاية العام الحديث كما كان العام الماضي أيضا عن أزمة جديدة توجهها. وبالتالي يبدو أن الأزمات مبرمجة بدءا من الأونروا، مرورا ما كان يقدم للبنية التحتية ليس من خلال موازنة السلطة بل عبر اليو سي ايد، واليوم أيضا عبر برنامج الغذاء العالمي، هو الهدف منه تقبيض صمود الشعب الفلسطيني، الضغط على السلطة الفلسطينية والضغط على مواطني قطاع غزة بالتحديد في هذه الفترة. دكتور أبو مدلل، ذكرت خطوات مبرمجة من مل ولأي هدف؟ وبرأيك هل السعي للوصول إلى إنهاء القضية الفلسطينية أو وضع هذه القضية يعني في مهب الريح، برأيك إلى هنا ستصل هذه الخطوات؟ يعني بالتأكيد
بالتأكيد عندما ترامب استبق أي مفاوضات قادمة بما يسميه صفقة القرن أو صفقة العصر، وأدعى الملفات الرئيسية عن طاولة المفاوضات، بدأ بقضية القدس واعتبارها عاصمة للجانب الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية للقدس ودمج القنصلية التي كانت مقرة عام 48 بالسفارة. الملف الثاني بدأ بملف الأونروا بالضغط على الأونروا ووقف التمويل لها، والملف الثالث باعتبار الاستيطان أنه شرع بحرية السلام، ثم بعد ذلك بدأ في عملية الضغط على الجوانب الإنسانية كما تحدثنا عبر يعني ما يقدم الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي ومتقدم اليو سي إيه في المناطق الفلسطينية دعم لبنية التحتية ويقدم للمستشفيات في ظل هذه المعاناة وفي ظل ارتفاع والبطالة. وبالتالي كل هذا أكيد لتمرير ما صفقة القرن للحبوب أي حلول تحت شعار أن الجانب الإنساني ضاغط وأن الأوضاع الإنسانية صعبة جدا، ولكن نقول أن قضيتنا هي سياسية بامتياز. صحيح أن الوضع الإنساني ضاغط على المواطنين ونسبة فقر وبطالة عالية جدا بالضفة الغربية وفي قطاع غزة، يعني ولكن شعبنا لا يقايض حقوقه الوطنية بأي حقوق إنسانية أو أي تقديمات إنسانية، وبالتالي يعني تعرضنا لأكثر من أزمة سابقا خلال السنوات الماضية، ورأينا سوية هذا العام الأزمة التي مرت بها الأونروا، إلا أن هذا لم يقوض من صمود الشعب الفلسطيني بل زادوا إصرارا على نيل حقوقه. ولكن يعني يعتقد أن ترامب بسياسته يعني الغير عادلة والذي لم يكن يوما شريكا في أي عملية سلام أو راعي لعملية سلام، أنه بذلك يحاول أن يقوض القضية الفلسطينية ويقوض صمود شعبنا الفلسطيني. ولكن أنا أعتقد جازما أن شعبنا سينتصر على كل هذه المؤامرات التي تحاك للانتقاص من حقوقه. طيب دكتور أبو مدلل، اسمح لنا أن نأخذ فاصل. بعد الفاصل أود أن أسألك العديد من الأسئلة، وعن حكي أن التخفيضات المالية سيكون لها أثر مدمر في أي قطاعات، وأي أثر ستكون على حياة الفلسطيني، كل ذلك بعد الفاصل لو سمحت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا مع هذا الحوار الاقتصادي. دكتور أبو مدللة، برأيك التقرير خلص إلى أن التخفيضات المالية لبرنامج الأغذية العالمي سيكون لها أثر مدمر، هل لنا أن نعرف ما هي هذه الأثار المدمرة على حياة الفلسطيني؟ يعني أولا هذا يعني البرنامج يقدم مساعداته لأفقر الفقراء. نحن يعني قلنا في بداية البرنامج أن 53%، وهذه أقل نسبة بمعنى هذا الإحصاء الرسمي الفلسطيني، ولكن النسبة تزداد أعتقد بكثير، والدليل على ذلك أن من يتلقى مساعدات حوالي 80% من الشعب الفلسطيني. بمعنى 53% يعانوا من انعدام الأمن الغذائي، 53% عفوا تحت خط الفقر، 70% انعدام أمن غذائي في قطاع غزة، 90% من الأسر لا تستطيع تلبية حاجاتها الأساسية. وبالتالي إذا توقف هذا البرنامج، وهو الذي يعني يقدم مساعدات غذائية، وغذائية ليست أي غذائية بمعنى الضرورية فقط، يعني الاحتياجات الضرورية بعيدا عن أي كماليات، ممنوع على المواطن الذي يأخذ مساعدات من هذا البرنامج أن يأخذ أي مواد كمالية، على سبيل المثال حلويات، مشروبات غازية، شوكولاتة، بمعنى الأشياء الأساسية فقط. توقف هذا البرنامج أنا أعتقد أنه سيدخل ما يقارب 120 ألف فرد في قطاع غزة، والضفة الغربية معا 193 ألف فرد إضافة لقطاع غزة، يعني غزة والضفة 193 ألف فرد، سيزيد من انعدام الأمن الغذائي لديهم، وسيزيد من فقر الدم لدى الأطفال. بمعنى اليونيسيف تحدث أن هناك 245 ألف طفل في قطاع غزة يحتاج إلى تغذية، هذا على الأسر. أيضا سيزيد يعني فقر الدم ليس لدى الأطفال، لدى الحوامل، سيزيد من انعدام الأمن الغذائي، سيزيد من حالة العوز والحاجة. يضاف إلى ذلك أن هذا أيضا سينعكس على من يقدم محلات التي تقدم. المحلات التي تقدم هذه الكربونات عبر برنامج الغذاء العالمي أو من خلال برنامج الغذاء العالمي يوجد ما يقارب 293 محل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهناك محلات، لأن هذا البرنامج
عندما يأتي المواطنين كل محل على سبيل المثال يأتي 500 مواطن أسبوعيا وفي أيام محددة بالأسبوع يعني لديه كل صاحب محل مجموعة من العاملين أيضا أصحاب يعني الصناعات الغذائية في قطاع غزة الأجبان والألبان ومزارع البيض كل هذا بالتأكيد سيتأثر وينعكس عليه لأن هذه المحلات الغذائية بالتواصل معها ومعرفة البعض منهم يقول أنهم يعتمدون على ما يقارب 90% من مبيعاتهم على هذا البرنامج خلال الشهر في ظل حالة البطالة وحالة الفقر في غزة وإضافة لذلك أن جزء كبير من الموظفين أصبحوا غير قادرين على الشراء أو الاستدانة كما نعلم أن هناك اقتطاعات 50% من رواتبهم لا أكثر من عام ونصف وما يتبقى يذهب للبنوك وبالتالي أصبحت هذه المحلات تعتمد على من يتلقوا هذه القسائم الغذائية في تحريك عجلة الاقتصاد وعجلة الإنتاج في بعض الصناعات في قطاع غزة. طيب دكتور أبو مدللي يعني ذكرت أن يعني برنامج الأغذية العالمي يعاني من نقص في التمويل نقص المبلغ المطلوب هو 57 مليون دولار بإمكانه جمع من الدول يعني الأوروبية أو الدول العربية برأيك عدا الأسباب السياسية التي ذكرتها في بداية هذه الحلقة أليس بمقدور البرنامج بما أن الفجوة بين الحاجات الغذائية المتزايدة والموارد المتاحة آخذة في الاتساع برأيك أليس لدى البرنامج بديل سوى اتخاذ هذه القرارات الصعبة والحد من التقديمات الاجتماعية للفلسطينيين؟ يعني أولا البرنامج العام الماضي اعتمد هناك جزء من البرنامج تم تخطيطه من السعودية وقبل أن نتحدث عن بدائل أعتقد أن يعني ما يحدث به مخاطرة كبيرة بمعنى في الأونوروا تراجع الولايات المتحدة الأمريكية تم سد العجز من بعض الدول العربية وهذا يعني نحذر منه أن هذا سيكون تعريب للوكالة بمعنى أن تصبح الوكالة منظمة إقليمية عربية تعتمد على الدعم من الدول العربية وأن يرفع المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليته عن وكالة غوث وتشغيل لاجئين اليوم أيضا هذا البرنامج العام الماضي السعودية تبرعت لعدة أشهر لهذا البرنامج والبرنامج أنا أعتقد البديل أن يطالب هذا برنامج من برامج الأمم المتحدة وبالتالي على الأمم المتحدة أن تسد حالة العجز لهذا البرنامج بعيدا عن تحويله إلى الدول العربية العام الماضي البرنامج عندما تعرض لأزمة تم الاستدانة استدان مبالغ وتم تسديدها فيما بعد من المانحين أعتقد أن بقاء هذا البرنامج هو مهم جدا وبالتالي قبل نهاية العام يجب على العاملين في برنامج الغذاء العالمي أن يبدأوا بطرق أبواب المانحين وأن يتوجهوا بصفة أن هذا البرنامج هو برنامج أصيل ورسمي تابع لمنظمة الغذاء العالمي وتابع للأمم المتحدة وبالتالي الأمم المتحدة عليها أن تسد العجز عندما نتحدث عن الأونروا الأونروا منظمة غير أصيلة بمعنى يتم تجديدها كل 3 سنوات وبالتالي موازنتها ليست من موازنة الأمم المتحدة هي موازنة مانحين من خارج الأمم المتحدة ولكن هذا البرنامج هو تابع لمنظمة من منظمات الأمم المتحدة على العاملين في هذا البرنامج طيب. أن يطرقوا أبواب الأمم المتحدة لسد العجز وأن كما تحدث المبلغ بسيط جدا لا يكاد يذكر مقارنة بما تقدمه هذه الدول أحيانا في التدخل بشؤون المنطقة والخطورة بما ذكرته دكتور أبو مدللي أن تتحول الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي أن يتحول إلى التعريب وتتخلى الدول العالمية والأوروبية وأمريكا عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني مؤخرا أجريت في غزة دراسة استقصائية أشارت إلى أن انعدام الأمن الغذائي في ازدياد مما سيؤثر على ثلث سكان فلسطين وأن هذا الرقم هو الأسوأ في غزة حيث يعاني نحو 70% من السكان من انعدام الأمن الغذائي تبدو الأرقام مقلقة دكتور أبو مدللي يعني بالتأكيد 12 عام من الحصار 12 عام من الانقسام إضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذت في حق الموظفين كل هذا زاد من معاناة قطاع غزة الأزمة لم تكن على امتدت إلى كل الميادين اليوم الأزمة الاقتصادية طرقت أبواب الجامعات جزء كبير من الطلاب 70% لا يستطيع أن يتلقوا رسوم أرقام اجتماعية مخيفة نسبة الفقر المتزايدة والتي وصلت كما تحدثت إلى حوالي 53% بالربع الثالث يعني من العام انعدام الأمن الغذائي حوالي 70% 90% من الأسر لا يستطيع أن يتلقى أو أن يعني يحصل على حاجاته الأساسية هذا بالتأكيد له علاقة بحالة الحصار المفروض على قطاع غزة وله علاقة بالعدوان أيضا المفروض على قطاع غزة
نعم. طيب دكتور أبو مدلل، اسمعني. نعم نعم أسمعك تماما. نعم يعني الدكتور أبو مدلل، نعم أكمل. نعم أفضل. يعني معظم يعني التقديمات، تفضل تفضل تفضل. يعني أكمل. بالتأكيد 12 عام أدت إلى أوضاع كارثية، ما يحسن الوضع الاقتصادي قليلا بالضفة الغربية، يعني أن هناك نسبة من العاملين تصل إلى حوالي 130 ألف يعملوا بالجانب الإسرائيلي. نعم. لو أغلقت إسرائيل أبوابها منذ الصباح سيكون عدد العاطلين عن العمل بدل أن تكون النسبة 18% ستصل إلى 35%، ولكن لم يمر على أوضاع قطاع غزة أوضاع كارثية بمثل هذه الأوضاع يعني منذ عدة سنوات، وبالتحديد اليوم الدخل في قطاع غزة أقل مما هو عليه كان في العام 99، وأصبح حالة الحصار أدت أيضا إلى تقويض القطاع الخاص الفلسطيني، وبالتالي هذا أدى، وبالتالي يعني بالتأكيد الجانب الإسرائيلي له دور مهم جدا فيما يعاني قطاع غزة منذ 12 عام، وازداد خلال يعني السنوات الماضية، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين، حيث أن يعني جزء كبير منهم يعني عليه ديون في البنوك وعليه قروض، وبالتالي لم يستطيع تلبية حاجاته الأساسية. للأسف الشديد أن هناك جزء من الموظفين اليوم يطرق برنامج الغذاء العالمي ويطرق برنامج الوكالة، وبالتالي عندما نتحدث نقول للأسف أن نسبة 30% من موظفي قطاع غزة يصنفوا ضمن رواتبهم اليوم من خط الفقر، وبالتالي يعني هذه الأوضاع الكارثية هي أوضاع إنسانية مهمة جدا، ولكن يعني يجب ألا تقايض بأي حقوق سياسية، وشعبنا الفلسطيني مصر على مواصلة نضاله من أجل نيل حقوقه السياسية، بالتحديد بالتحديد يعني أوضاع الإنسانية مهمة نعم. جدا ومطلوب تحسينها، ولكن ليست على حساب القضايا والثوابت الوطنية. الخبير الاقتصادي الدكتور سمير أبو مدلل كنت معنا من قطاع غزة عبر الإنترنت، أشكرك جزيلا على هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وينتهي هذا الحوار الاقتصادي، نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي الأسبوع المقبل مع قضية اقتصادية جديدة. إلى اللقاء.